السلام عليكم أصدقائي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، الأمور ديالكم طيبة وفي أفضل الأحوال. كيف ما كتشوفوا أصدقائي، حصة اليوم إن شاء الله غنشوفوا mass media and their influence or the impact of media on society and how important is the media. باش ما نطولش عليكم أصدقائي، ورقة وستيلو ونقولوا بسم الله. Firstly my friends, let's see what do we mean by media. ماذا نعني بوسائل الإعلام؟ فقط واحد ديفينيشن صغير نعقل عليه كاملين ومهم بزاف، وخا كنا شفنا هاد التيرم في الحصة الأولى. Any medium that is used in communication، يعني الميديا أي وسيلة تستخدم في الاتصال أو التواصل فهي ميديا. Electronic، كيف ما كنعرفوا الوسائل الإلكترونية. Electronic like TV, video, movies, CDs and DVDs. Internet، بالنسبة للإنترنت ملي كندوي على الإنترنت كندوي على الإيميلز، websites and social networking بمعنى الشبكات الاجتماعية أو مواقع التواصل الاجتماعي. print بالنسبة للprint المطبوعات كتدخل فيها newspapers, magazines, books, leaflets and pamphlets، كيف ما كنعرفوا الصحف، المجلات، الكتب أو النشرات مثلا أو الكتيبات. outdoor media الوسائط الخارجية billboards, signs, placards، يعني كتكون فيها اللوحات الإعلانية اللي كنشوفو قدامنا في الطريق، لافتات إلى غير ذلك. آخر حاجة عندنا video games، هي كتدخل في الميديا ألعاب الفيديو. How important is the media؟ ما هي أهمية وسائل الإعلام؟ أولا إلى أي درجة وسائل الإعلام مهمة في العصر ديالنا اللي كنعيشو فيه؟ باش نفهمو مزيان، نمشيو بشوية باش نفهمو. ضروري سنطرحو واحد السؤال مهم أصدقائي. Can you ولا can we؟ بحال بحال. إذا كنت كنسولك غنقول لك can you imagine a world without mobile phone, TV, newspapers, films, books؟ باش تفكر معايا في هذا السؤال، أنا كنخاطبك. هل يمكنك تخيل عالم خالي من الهاتف المحمول، تلفزيون، الصحف، الأفلام، الكتب إلى غير ذلك، يعني خالي من وسائل الإعلام؟ باش نعرفوا الأهمية ديال وسائل الإعلام، خير دليل أنك أنت دابا كتستخدم واحد الوسيلة اللي هي ربما الموبايل فون، ربما يعني اللابتوب، باش كتشوف هذه الحصة هذه وكتبعني، إذا راه عندها واحد الأهمية، هذا جانب. غناخدو واحد statistic اللي هي دارت كواحد الفاكت تقريبي. خصنا نعرفو أن a person watches 3.5 hours of TV every day, 25 hours per week, 1300 hours per year. الشخص كيشوف 3 سوايع أونس يعني هي السوايع من التلفازة يوميا، 25 ساعة في الأسبوع، و 1300 ساعة في السنة. شوفوا العدد ديال الساعات اللي كيشوف، ولا for example the person spends front of the TV. أيضا a person who lives 65 years spends nearly 10 full years of his life watching TV. الشخص الذي يعيش اللي عنده 25 عام كيقضي تقريبا ما يقارب 10 سنوات كاملة من حياته في مشاهدة التلفزيون أو التلفاز. إذن هنا من هذا السلايد كنعرفوا أن للإعلام الميديا دور مهم في الحياة. How is media useful؟ كيف تعد وسائل الإعلام مفيدة؟ To inform, educate and communicate، كتخبرنا مثلا أو لا كتعلمنا بواحد الأخبار معينة. تثقف، وأيضا في عملية التواصل بين الأفراد. Also, to form public opinion، كتكون رأي عام لدى المتلقي. An individual's voice and opinion can be shared، مشاركة أصوات الأفراد والآراء ديالهم كيف ما كنديروا دابا. أنا كنشارك معكم بطبيعة الحال الأوبينيون ديالي في هذا الدرس، أو لا كنعطيكم مثلا أفكار، إذا كندخلوا في عملية ديال interacting exchange. Can create social awareness like campaign against AIDS, drugs and smoking، كتخلق واحد الوعي اجتماعي بطبيعة الحال لدى المتلقي، بحال مثلا الحملة أو الحملات نقدروا نقولوا اللي كتكون ضد الإيدز، المخدرات والتدخين، باش كتوعي الناس بخطورة هاد الأمور. Also it can become an agent of social change، يمكن أن تصبح أو يصبح عاملا للتغيير الاجتماعي. إذا هاد الأمور اللي شفنا positive sides ديال الميديا. Let's move my friends. The negative influences of media، تأثيرات سلبية لوسائل الإعلام. كيف ما كنعرفوا كاملين وسائل الإعلام عندها مجموعة من التأثيرات السلبية، احنا غنشوفوا البعض منها. أولا media controls the society، وسائل الإعلام تسيطر على المجتمع. هاد السيطرة ممكن تكون مباشرة أو غير مباشرة، وخير دليل الحياة اللي ولينا كنعيشو دابا، كيفاش وسائل الإعلام ولات كتحكم في العقل ديالنا أو في الوقت ديالنا أو في الحياة ديالنا.
Number two, distorts our idea of good looks and beauty. وسائل الإعلام كتحاول تشوه الفكرة ديالنا عن حسن المظهر والجمال بحيث كطرح واحد السؤال وكتقول لنا Who do you think is an ideal? Man or woman? من برأيك إنسان مثالي؟ هل الرجل أم المرأة؟ يعني the media creates the ideal image of beautiful men and women and tells you what are the characteristics of a successful person. يعني وسائل الإعلام كتحاول تخلق واحد صورة مثالية للرجال والنساء مثلا كيكونوا عندهم واحد النوع الجمال وكتقول لي يا هكذا خصك تكون يعني خصك تكون بحالهم إلا ما كانش فيك هاد الخصائص مثلا ديال الجمال اللي فيهم فأنت ما غاديش تكون شخص ناجح. It tells you that if you are not like them وهذه الخطورة you are not cool. And so you should look like them. بمعنى كتقول لي لما كنتش بحالهم فأنت ماشي إنسان رائع يعني ماشي إنسان جذاب ماشي إنسان عندك واحد الوجود معين وهنا فين كاين الخطورة يعني ضروري خصني نكون بحالهم. إذن هاد الشيء اللي شفنا أصدقائي فقط مجموعة من نقاط ديال التأثيرات السلبية لوسائل الإعلام. للأسف أصدقائي أنه in media often women are presented as objects for men's pleasure. غالبا ما يتم تقديم المرأة في وسائل الإعلام على أنها شيء من الأشياء لإمتاع الرجل وهذا شيء خطير أصدقائي. Media's influence on women. تأثير وسائل الإعلام على النساء. من بعد بشفنا كيفاش وسائل الإعلام كتحاول تشوه صورة النساء دابا غنشوفوا بعض التأثيرات. Low self-esteem. احترام الذات عند النساء ولا عند المرأة كيرجع متدني. النساء كتولي تعيش في واحد النوع ديال الكآبة depression. Eating disorders اضطرابات الأكل وهنا خصنا نعرفوا أن الفيزيولوجيا أو التركيبة النفسية ديال المرأة كتختلف جذريا على الرجل لهذا كنشوفوا هاد التأثيرات. Anorexia lack of appetite أوكي لهذا كيولي واحد النوع ديال فقدان الشهية. أيضا بوليميا يعني كيولي واحد النوع اللي كيتسمى نقدروا نسميوه شره مرضي ديالاش هنا كيولي عندها problem ديال القيء كتولي كتقيع باش تمنع زيادة الوزن لهذا غنقولو self-induced vomiting to prevent weight gain. Also increased violence towards women بمعنى زيادة العنف ضد المرأة. آخر نقطة عندنا dissatisfaction عدم الرضا دائما النساء أو المرأة كتعيش ولا كتحس بواحد النوع ديال عدم الرضا ولو في الأداء ديال الوظيفي أو للزوجي أو لا في المجتمع. هاد الأمور كامل أصدقائي بعض من تأثيرات وسائل الإعلام على النساء. أيضا media creates role models for us. وسائل الإعلام كتحاول تخلق لنا أشخاص على شكل قدوة لنا بمعنى مني كنقول إحنا role model or role models يعني a person to be imitated يعني as an example as a sample كواحد نموذج كنهتديو الطريق ديالو أو لا كنديرو بحالو هذا هو المعنى ديال role model. Both positive and negative role models. ممكن أننا مني كنهضروا على role model غيكون كلا من نماذج يعني نوعان يا إما غيكون إيجابي أو سلبي. Who is a positive role model؟ إحنا غنهضروا على positive side يعني من هو القدوة الإيجابي. هو a person we can look up to and admire and love. واحد شخص يمكننا أننا نشوفه بواحد نظرة معينة ونعجب به نبغيو داك الشيء اللي كيدير كنشوفه هذا الشيء في الأفلام في برامج إلى غير ذلك. أيضا a person who provides motivation and inspiration الشخص اللي كيوفر واحد نوع ديال الإلهام والدافعية خاصة في برامج ديال talk shows for example ولا كيجيبوا لنا واحد شخص عنده واحد تجربة في الحياة باش حنا نحاولوا نتأثروا يعني كيكون داك influence or impact. A person with high self-esteem شخص ذو تقدير عالي للذات. The last point one who handles stress positively كيف ما كنعرفوا كنعيشوا في واحد الدوامة ديال stress ديال التعب والتوتر لهذا كيجيبوا لنا واحد الشخص اللي كيتعامل مع التوتر بشكل إيجابي باش حنا نتفاداوه. Finally my friends what should we do ماذا علينا أن نفعل؟ أولا We need to use our brain to decide what we want to do and what we want to become. نحتاج إلى استخدام عقولنا باش نقرروا شنو خصنا نديرو وشنو غادي نوليو في المستقبل. Do not allow TV, internet and mobile to control you. هاد البوينت مهمة. ما تخليش التلفاز أو الانترنت أو وسائل الاتصال بصفة عامة كتحكم فيك. ماشي أي حاجة خديتها غادي نطبقها أو لا غادي ضروري نقولها صحيحة. لهذا خصك تبدا begin to ask the question why استخدم دماغك عندك دماغ استخدمه اوكي دائما حاول تطرح سؤال لماذا علاش ماشي غير كنستهلك نحاول نستهلك ولكن نخدم دماغي ندير analyzing. Use time in study prepare a timetable for you استخدم وحاول انك تستغل الوقت ديالك في الدراسه دير واحد جدول زمني مناسب لك.
Spend quality time with your family members in mutually interesting hobbies, activities that involve talking, sharing and emoting. يعني نحاول ندوز واحد الوقت ممتع مع افراد العائله الى غير ذلك. And the last point my friends, spend time with nature. اقضي وقتا مع الطبيعه. أصدقائي لهنا غنكون ساليت الحصة ديالي. Thanks for watching my friends. ما تنساوش تبارطاجيو القناة مع الأصدقاء ديالكم. ديروا التعليقات ديالكم. فهمنا ما فهمناش. هاشنو خاصنا إلى غير ذلك. إلى اللقاء أصدقائي. Goodbye.